حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين معكم سحر بدر. إن شاء الله نكمل هذا صفحة 162 هوندا تسفاي من زيشي تسفاي من كتاب سبيكتروم أتسفاي. أنا بيقول إرجنسن زي أكمل دي إنفورماسيون المعلومات أو دي تكست من اللي هو إيه من النص دي دويتشن الألمان زين أم ليبستن بيحب يشوفوا إيه اللي الفوسبال بيحب يتفرجوا على كرة القدم أوف بلاتس تسفاي ليك في المرتبة الثانية بيقع فوسبال دي بليبت كريمي رايتات وات اللي هي المسلسلات سلسلة المسلسلات الروسية المحببة بالنسبة للألمان طبعا. بعد كده قال داس ايه اونت اندر شبيتسنشتين موجودة على القمة است كاين نويا ايه ده مش ترند جديد. فكان يتكلم عن ايه هنا بقى يا شباب؟ بيتكلم على الحاجتين وبيتكلم هنا على الحاجتين احنا لسه متكلمين عليهم. قال عن اللي هي الفوسبال ان الفوسبال كرة القدم اللي هي كرة القدم اوند كريمي ومسلسلات الروسية اندر شبيتسنشتين موجودة على قمة است اين نويا ترند است كاين نويا ترند ده مش ترند جديد يعني ولا حاجة تمام. اوخ اوف ذا نيكست بليتسر في اللي هي الاماكن التالية في فولجن بيتبع الفوسبال ارايجنس الاحداث اللي هي بتاعت كرة القدم ال دويتشي كريمي زغي المسلسلات اللي هي البروسية الالمانية. هنشوف كده قال هنا ايه يا شباب فوسبال كريمي ترند تمام دي رقم ثلاثة. رقم نمرة 4 رقم 4 قال فوسبال ارايجنس الاحداث اللي هي بتاعت كرة القدم ودويتش كريمي زيغي الزيغين اللي هي المسلسلات البوليسيه الالمانيه. دي تسو شاور تسالن دي تسو شاور تسالن تسايجن داس دويتش كريمي زيغي الحاجه اند اما نوخ بليبت زند دي تسو شاور تسالن اعداد المشاهدين تسايجن بيظهر لنا داس دويتش زيغ دويتش زيغين. قال هنا ايه بقى الكويز شوز اللي هي برامج الكويزات زي ما يكون مليون زيندونجن فودي بارتنر زوخي وبرامج اللي هي البحث عن شريك. قال دي لسه محببه يعني فينيجر انترسانت اكتر حاجه يعني شيقه فينيجر سوشال المشاهدين شايفينها ايه بقى هي شو زيندونجن برامج الشو شو زيندونجن تمام يا شباب. رقم سي بيقول هنا عندنا ايه يا شباب فتيفن زي تعمق او عمق بين فوت شوتس الكلمات ديستكستس بتاعت النص اللي فات في هايست ديا بلوغال ما اسم الجامعة ارجنسن زي اكمل دي زيندونج اللي هو برنامج تبقى زيندونج البرامج طيب دي بلس هتبقى دي بليتس دي كريمي هتبقى دي كريميس اللي هي مسلسلات بلوسية داس فوس بال اير ايجنس حدث كرة القدم هتبقى دي فوس بال اير ايجنس تمام دي يوبغاشونج معناها مفاجأة دي زيغي اللي هي مسلسل دي شتات مدينة دي سوشال المشاهد هنشوف اللي هو الجمع بتاعه يكون شكله عامل ازاي. طيب دي بليتس أماكن دي كريميز مسلسلات بروسية دي فوسبال إرايجنسة اللي هي أحداث كرة قدم دي يوبغاشونج مفاجآت دي زيغين مسلسلات دي شتات مدن دي سوشال اللي هم المشاهد. بيلدن زي زيتس ابن جمل اختن زي خلي بالك او بدن ريشتين كازوس الحالة العربية الصحيحة ناخ بروبوزيسيونن تبقى لحروف الجر وندس فيرب والفعل دي شتاتستيك الاحصائية تسو دي بليبتستن فين زي زندونجن اللي هي احب او البرامج التلفزيونية الاكثر شعبية كان اوباغاشونج يعني مش مفاجأة بيتم بتقدم. قال هنا دي شتاتستيك اللي هي الاحصائية تسو دي بليبتستن فين زي زندونجن اللي أكتر البرامج التلفزيونية شعبية بتتقاني أوباغاشونج ما بتقدمش مفاجأة ولا حاجة. أوف بلاتس أينز في المرتبة الأولى. دي فييد زيار زي كل سنة دي فوس بال كرة القدم ليجن يقع. يبقى أوف بلاتس أينز في المرتبة الأولى فييد زيار زي كل سنة دي فوس بال اللي هي كرة القدم. نمرة 5 أوف بلاتس 5 في المرتبة الثانية دي بليبت كريمي غاية تات أوت. في المرتبة الثانية اللي هو أكتر مسلسل أكتر سلسلة المسلسلات الروسية المحببة مت ب 9.1 مليون سوشاور ب 9.61 مليون مشاهد فولجن. يبقى أوف بلاتس 5 في المرتبة الثانية فولجت دي بليبت كريمي غاية تات أوهات مت 9.1 مليون سوشاور. في المرتبة الثانية بيقع اللي هو سلسلة المسلسلات المحببة البوليسية ب 9.61 مليون مشاهد. باي تات أوهات كريميز أثناء المسلسلات
او بي المسلسلات البوليسيه ذات اوت او اسمنستر اللي هو ذات اوت من ذات اوت او اسمنستر اللي هو ذات اوت من مدينه مونستر اند شبيتس في القمشتين بيقع بعدين ذات اوت كريميس في المسلسلات البوليسيه شتين ذات اوت ذات اوت بيقع اس منستر اللي هو من مدينه مونستر اللي بيتعمل في مدينه مونستر اند شبيتس على القمه هما فيها دي فولجندن بليتس الاماكن التاليه فيدر مره اخرى فوس بالر ايجنس احداث كره القدم من دويتش كريميز غي واللي هي المسلسلات البوليسيه الالمانيه بليجن دي فولجندن بليتس بليجن الاماكن التانيه بتحتلها اللي هي المناطق ايه بقى اللي هي او او بتثبت فيها او بتاخد مكانتها يعني اللي هي الاحداث فوسبال ايجنس احداث كره القدم اون دويتش كريميز غي والمسلسلات الالمانيه دي بليبتن فان زيا زيدونجن البرامج التلفزيونيه المحببه او ايضا دويتش صغير المسلسلات الالمانيه ويس شو اودا او زيدونجن البرامج ودي باتنا زوغا للبحث عن شريك سيلين يعد سيلين بليبتن فان سويدين بليبتن فيها نزيه زندونجن ل سيلين تسو يعد اللي هي البرامج التلفزيونيه المحببه او دويتش زيغن المسلسلات الالمانيه كويز شو البرامج الكويز اورا او زندونجن اللي هي البرامج ودي باتنا زوخه للبحث عن شريك داس انترست داس انترست ان الاهتمام بشو زندونجن البرامج شو زايد منذ اينيجي يارن بضع سنوات زينجن يعني نزلت خالص او انخفضت داس انترس عن الاهتمام بشو زيندونج برامج الشو الزنجت يعني نزلت زايد اين جنيار منذ بضع سنوات قول بليبت فين زي زيندونجن ان ماينم هايماتلاند يعني اكثر البرامج المحببه عندي في بلدي في شيرين زي يعني ابحث عن وانت بغيش تنزي واخبرنا يوبر عن بليبت فين زي زيندونجن عن اكثر البرامج التلفزيونيه شعبيه من ايرم هايماتلاند في بلدك هافن زي اينيجي ليبلينج زيندونج عندك برنامج مفضل ديجريشن مثلا على سبيل المثال بيقول هنا اليونانيين زين ام ليبستن بيحبوا يشوفوا اكتر است هنقول هنا الحاجه او اسم البرنامج او زيند لو برامج ان جريشن لاند في اليونان او ذا بليبت محبوبه جدا لزيندونج البرنامج من دي مايسن سو شاور من معظم المشاهدين بار كان او است او بلاتس فاي في المرتبه الثانيه فولجيت بيتبعه داس است اي نويا ترند ده ترند جديد داس است كاي نويا ترند ده مش ترند جديد بلاتس تغاي بليكت المرتبة التانية بيكون فيها إما النخ سياب ليبت زين ده أكتر حاجة محببة أيضا إيه زين دي لويت إن نشت إما زوجان الناس ما بيعطوش بيحبوا يشوفوه يعني داز انتريسا أن الاهتمام بي ودول اسم الحاجة برنامج استجزونجن انخفض أو استجشتيجن ارتفع داز است überraschend ده مدهش داز است نشت überraschend ده حاجة مش مدهشة طيب ممكن نقول ايه كده بس ده مش حاجه طبعا ده على سبيل المثال مثلا دي ايجيبتر دي ايجيبتر المصريين زين ام ليبستن فوس بالش بيل المصريين بيحبوا يتفرجوا اكتر حاجه على مباراه كره القدم فوس بالش بيل است ان ايجيبتن زي بليب مباراه كره القدم حاجه محببه جدا في مصر ممكن نكتب هنا زيندونج دي زيندونج مدين مايسنس وشاور البرامج اللي هي باكتر مشاهدين زين شبوات زيندونجن بتكون ايه زينت شبوات زيندونجن برامج الرياضة وند كوخ شوز وبرامج الطبخ اوف بلاتس اينز في المرتبة الأولى دي كتب يقع فيها لايف ستريمينج بورتالة في المرتبة الأولانية ممكن على سبيل المثال ده كلها أمثلة مش لازم تكون حقيقية يعني المرتبة اللي هو بيقع اللي خدناها قبل كده اللي هي ستريم الإعلامية أو المنصات اللي هي الأونلاين أو المنصات اللي بتعرض مسلسلات وفي ستريمينج بورتالة اوف بلاتس 5 فولجيت فوز بارش بي في المرتبه الثانيه بعدها كره القدم اوف بلاتس دراي بعدها في رقم ثلاثه المرتبه الثالثه بفولجيت بيجي بعدهم كوخ زيندونج برامج الطبخ اما النخ زي بليب لسه دايما برضو كان محبب است دي زيندونج بيكون اما النخ زي بليب دايما محبب زين زيندونج اللي هي البرامج تسوى مود اللي هي البرامج الموضه وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده اتمنى اكون افدتكم يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده السلام عليكم